معايا فنان كلنا بنحبه معانا وكلنا مفاجأة كبيرة بنحترم جدا. فنه طب ايه ده؟ وبنحترم مشواره، الفنان القدير والعظيم الفنان عزت العلايلي. الو. يا خبر ابيض الو استاذ الو، عزت، يعني انا سعيده مبدئيا. انا هخلي طبعا حضرتك تكلم الفنانه مديحه حمدي، بس انا عايزه اقول لحضرتك يا ان انا سلام سعيده جدا يا ان انا سلام بسمع صوتك. يا زميلة العمر دي الأستاذة مديحة، هي يعني ده بسم الله لما ما شاء الله حضرتك عليها. تقول عليا استاذه بقى استاذ عزت، انا اقول عليك ايه؟ لا ما تقوليش حاجة. مبروك على الجايزة أول الأسبوع ده اللي أخدناها في المهرجان التجريبي، وأنا شرفت بالعمل مع حضرتك في ذوق السيد البلطي انت دايما والحسن البصري، ما أنا الزوجة برضه. والحسن البصري. طبعا حاجة غريبة جدا عشرة عمر طويلة. طبعا أستاذ عزت، والله مش عشان تمام. هو يعني الالتزام، الخلق، الكواليس الحلوة، هو عنده كاريزما. يعني طبعا صحيح لما طبعا. يخش كده مكان سبحان الله فيه شخوص، بعد شوية يعني لما تشوفيه تبعدي وبعدين تقولي ايه، لا بالعيش راسك. لا هو ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني عنده كاريزما الحضور بتاعت الوهلة الأولى. اشكرك، لا كتير قوي على لا والله يا الكلمة أستاذ الكريمة. عزت، احنا انا اشكرك يا بفتخر فندم، ان خير انا يا مرحبا يعني بيك. زميلة وكنت رفيقة طبعا فترة، طبعا و طبعا، أنا ولدتك تعيسة جميلة إنه ما يعني ما اشتغلتش كتير مع حضرتك. يعني ولا زلت زميلة عزيزة. طبعا كل لك كل الاحترام ربنا يخليك. والتبجيل، ويعني تاريخك يعني يشفي ليكي على المستوى الحمد لله الفني، على المستوى العائلي، على المستوى يعني ربنا لك يخليك كل الشرف والاحترام طبعا، مفيش شك. طبعا ربنا يخليك وما نتحرمش طبعا منك. طبعا. بنشكرك جدا جدا، ويا ريت ما العفو. تبخلش علينا بطلتك سواء في حاضر الدراما يا او فندم، في السينما، حاضر يا فندم، بتوحشنا حاضر. بجد. الله يخليك، هو حاضر. الاستاذ عزت شكرا عشان عارف جدا انه غالي لحضرتك. علينا كلنا، الله فبيبقى يخليك. قاصد سياسه يبتعد شويه ويروح نقعد لا نتشوق والله يا فندم، نتشوق يروح طالع. عايزين لا نشبع والله من لا. حضرتك اكتر واكتر، يا حاضر ريت يا فندم، تبقى دايما كده موجود على الشاشه. حاضر يا فندم، شكرا حاضر. لحضرتك جدا. شكرا، ميرسي. بشكرك جدا جدا. طيب يعني الوقت يعني جري. انا اقول كان زمايلي يا استاذ عزت العلي، استاذ صلاح قبيل، استاذ محمود ياسين. شوفي بقى كلها لا ده اسامي انت يا بختك يعني جدا. الواحد يفتقر. مثلت مع يوسف بيه، كنت عشت من غير بقى عشان اسامي تتقال، صلاح جاهين كتير والأبنودي وعبد طبعا السلام امين طبعا، واحمد تاريخ توفيق. طويل وكبير، لا ده انا محظوظه وقدري اني صفوف من سيده المسرح النجوم يعني. العربي عايشه، ان هي تتنبأ لي من اول ما شافتني في الاستوديو. كنت بعمل في مسرح قلوب خاليه، تاني عمل بطوله بعد سكرتير فني، وبقى سيده المسرح العربي نروح نتفرج بقى على سكه السلامه ايوه وسوسو الله نحفظ الله الملوك، الله. تطبطب عليا وتقول لي خلي بالك من نفسك انت هتبقي كويسه. فحتى احنا قريبين الحمد لله، بقول الحمد لله ان انا يعني استمرت كانت النبوءه برضو الحمد لله.